النهارده احنا عاملين حوار وطني عشان نوعي الناس ايه هو الحوار الوطني وايه مفهوم الحوار الوطني. والحوار الوطني بيدور اهم المحاور اللي بيدور حولها الحوار الوطني من الناحيه الاقتصاديه والناحيه الاجتماعيه والناحيه السياسيه، وبنتكلم مع الناس والناس مستجيبه وعارفه اللي بيتعمل في البلد وبتايد السيد الرئيس في كل تحركاته. هي الناس حاسه في الشارع المصري او في الريف المصري تحديدا ايه اللي بيتم من الدولة المصرية لرفع كرامة المواطن المصري. خطة الدولة ايه؟ خطة الدولة في 2030 عايزين ايه؟ احنا عايزين دولة متقدمة، عايزين دولة متحضرة في الصناعة، في التجارة، في كل المجالات. فبالتالي من هذا المنطلق بيتم عمل حوارات وطنية مع كل فئات المجتمع بكل الأشكال، المهندس، الفلاح، العامل، الصنايعي في ورشة، في كل البقاع زي ما انت شايف حضرتك كده، كل الناس موجودة النهاردة عشان تعرف يعني ايه حوار وطني، يعني اوصل صوت ازاي.